مهمة جدا 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 مع واحد من يعني اللي احنا بنفتخر الشخصيات اللي بنفتخر بيها خارج مصر، والاكيد يعني ليه دور في الرياضة المصرية في النمسا، الاستاذ مصطفى منمر مالك نادي مارفريك النمساوي. استاذ مصطفى برحب بحضرتك. اهلا عمر، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله عمر. استاذ مصطفى دايما يعني حضرتك مشرفنا ومنورنا بسم الله ما شاء الله في اوروبا خاصه في النمسا، لكن حابب بقى اسمع من حضرتك عن التجربه النمساويه ووجود نادي مارفريك في الدوري النمساوي بقياده اداريه مصريه. والله الموضوع ده ما انا قلت قبل كده من يومين ان الفكره جت لان كان في طبعا رجال اعمال مصريين سبقونا او سبقوني بمعنى اصح في انجلترا وفي بلجيكا، في كان ثلاث ناديين تقريبا في انجلترا ونادي في بلجيكا كانت يعني استثمارات ناجحه، وقلنا تجربه تبقى في النمسا جديده ويعني يعني اكيد طبعا وجود حضرتك. اتفضل حضرتك كمل. فكانت التجربه هي استثماريه من النطاق الاول، هي مشروع استثماري واخترت النمسا بالذات لان مقيم في النمسا من 35 سنه تقريبا. بسم الله ما شاء الله. وغير كده الكره النمساويه او الرياضه في النمسا بالذات كره القدم يعني مش قويه زي ده حاجه حقيقيه يعني الدوري بالذات المنتخب قوي، اما الدوري بالذات مش قوي زي المنتخبات زي البلاد الثانيه زي انجلترا فرنسا اسبانيا ايطاليا. فهو الهدف كان منه مشروع استثماري واحد باداره مصريه بمدربين مصريين ممكن يساعدون زي طبعا المعلم الكبير والكابتن حسن شحاته طبعا وبعض المدربين اللي هيشتغلوا من السنه الجايه ان شاء الله فتره معيشه، او اللاعبين برضه لان في مفاوضات بين مافيرك وبعض اللاعبين المصريين برضه. عندنا يا استاذ مصطفى كده معلومه صغيره كده، يعني عندنا معلومه صغيره بتقول ان عماد متعب قريب جدا جدا من الانضمام لنادي مارفريك النمساوي، هل الكلام ده صحيح؟ صحيح. اتمنى 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 لان طبعا عماد متعب هداف تاريخ منتخب مصر والنادي الاهلي طبعا، وانا من وجهه نظري ان عماد متعب ان شاء الله ممكن يدي سنتين ويعني موسمين وثلاث مواسم كمان. يعني هو كان يعني نقدر نقول يا استاذ مصطفى ان عماد متعب خلاص من شهر يناير اللي جاي هنشوفه بقميص نادي مارفريك النمساوي؟ اتمنى طبعا هو يشرفنا في ان شاء الله في اول اسبوع او اول 10 ايام من نوفمبر هيتفاوض معاه مباشره انا شخصيا على كل حاجه يعني بالنسبه للعقود الامكانيات اللي موجوده هنا. اتمنى طبعا المفاوضات تبقى ناجحه لان عماد متعب طبعا اسم كبير في مصر وفي كره القدم طبعا وهيساعدنا كتير للممتاز السنه الجايه ان شاء الله، يعني السنه الجايه المفروض مافيرت تكون في الممتاز به والهدف الاساسي اللي احنا نلعب في كاس اوروبا او الشامبيون ليج ان شاء الله. يعني واضح من كلام حضرتك على الكابتن عماد متعب ان عند حضرتك خطه، حضرتك قلت في الاول ان هو شايف انك ممكن يدي اكتر من سنه، يدي سنتين ثلاثه، فواضح ان في خطه مبنيه على التعاقد مع الكابتن عماد متعب يقود فريق مارفريك الى ممتاز بيه ودوري الممتاز طبعا، فاكيد خطوه جيده جدا، واكيد طبعا يعني شرف طبعا ان انضمام كابتن عماد متعب للدوري النمساوي، واكيد قيمه كبيره جدا كمان في ظل وجود الكابتن حسن شحاته، هو واحد من المدربين اللي بدأوا عالم التدريب مع عماد متعب مع منتخب الشباب، وبالتالي اكيد هيكون ليه دور في اتمام الصفقه ان شاء الله. طبعا مع الكابتن حسن يعني هو كان العامل الاساسي برضو للتفاوض مع عماد متعب وطبعا بمساعده الكابتن احمد شوبير، واتمنى طبعا المفاوضات في النمسا في فيينا ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك قبل كده عمر اول 10 ايام في نوفمبر هيكون موجود ان شاء الله. اتمنى طبعا والمفاوضات تكون ناجحه لانه هو عنده خطته برضه، يعني عنده خطته بالنسبه للاعتزال بالنسبه
بس اتمنى لان عماد ممكن يدي يعني انا يعني، وده مش وجهه نظري بس، ده الكابتن حسن كمان انا كنت بتكلم طبعا طبعا يومين في نفس الموضوع ده بالظبط، قال لي طبعا، قال لي لو عماد في ديسمبر ويناير في التمرينات هيكسر الدنيا بمعنى اصح يعني، لان الدوري عندنا زي ما قلت لحضرتك مش قوي زي الدورات اللي في اوروبا السنه. هل طبعا هيكون لا هل عائق الثلاث محترفين فقط اللي يكونوا موجودين من خارج الاتحاد الاوروبي هيبقى عائق بالنسبه للدوري النمساوي او لحضرتك لا احنا وفي كم؟ عندنا ايوه اتفضل اتفضل حضرتك. لا هو نسبه اللعيبه المغتربه او اللعيبه من افريقيا او من خارج الاتحاد الاوروبي ده ملهاش يعني، يعني احنا بالنسبه لنا ملهاش، اما اللي يلعبهم ثلاثه اللي يكونوا موجودين داخل الملعب. اما التأهيل اللي يكونوا موجودين داخل الملعب ثلاثه، اما ممكن اي 10. تمام. طيب هل ممكن هل عند حضرتك يا استاذ مصطفى اي خطط بالتنسيق طبعا مع الكابتن حسن شحاته على وجود اكثر من لاعب مصري خلال الفتره اللي جايه مع فريق مارفيك ايوه النمساوي؟ طبعا طب هل ممكن يكون في طبعا اي في اسامي؟ مفاوضات يعني اكيد طبعا هو يعني انا يعني لسه في حاله تفاوض دلوقتي يعني في طب مراكز مش هقول لحضرتك يعني ممكن لو حضرتك مش عايز تقول اسامي ممكن نقول مراكز، يعني بعض المراكز اللي حضرتك بتتفاوض معاها.